ابتلاء العقوبة تحدث الله سبحانه وتعالى عنه في العديد من آيات القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وقال سبحانه وهو يضرب لنا مثلا في ابتلاء العقوبة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وفي الأثر: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوب. وهذا النوع من الابتلاء اللي هو ابتلاء العقوبة قد يكون فردي وقد يكون جماعي. قد يكون فردي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينزله عليك أنت كفرد، وقد يكون جماعي يعني على مستوى الدولة أو على مستوى العالم ككل. السؤال: لماذا نرى الكثير من العصاة في رغد من العيش وصحة في البدن؟ أو لماذا لا يبتليهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء العقوبة؟ وقد يكون هؤلاء العصاة إما فرادة وإما جماعات وإما دول. هذا السؤال يجيب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ابتلاء مثل المرض مثلا يذهب خطايا الإنسان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. أما النوع الآخر الذين لا يبتليهم الله سبحانه وتعالى وهم عاصون له، فهؤلاء هم مستدرجون. والاستدراج معناه إسباغ النعم على العبد رغم كثرة عصيانه، إسباغ النعم على العبد رغم كثرة عصيانه ومنعه من شكر المنعم سبحانه وتعالى، فيأخذه الله سبحانه وتعالى قليلا قليلا من دون مباغته وعدم تعجيل العقوبة. ولذا قال سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال عز وجل: فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، فإنما ذلك منه استدراج. وقد تكون العقوبة لا يشعر بها الإنسان بأن يحرمه الله سبحانه وتعالى من الأرزاق المعنوية، وأن يحرمه الله سبحانه وتعالى من البركة في حياته، وأن يحرمه الله سبحانه وتعالى من الأرزاق الأخروية، كأن يحرمه من كثير من الطاعات والعبادات التي تظل معه في قبره وفي الدار الآخرة. بدأ اسمه ابتلاء العقوبة.
المسلم حينما يبتليه الله سبحانه وتعالى بالضراء أو يبتليه الله سبحانه وتعالى بما يكره، كيف يتعامل مع هذا الابتلاء؟ يتعامل مع هذا الابتلاء بالكثير من العبادات والطاعات، أن يكون صابرا محتسبا، وأن يحاسب نفسه، وتعقب هذه المحاسبة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستقيم على طريق الله عز وجل، وأن في نفس الوقت يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنه هذا الابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى من ضمن الحكم التي يبتلي بها عبده أن يتضرع المسلم إليه. قال سبحانه وتعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ليسمع تضرعه وإلحاحه وأنينه والتذلل له والانكسار بين يديه وكثرة الدعاء له، لأن البعض منا يطغى ويستغني إذا ما تقلب في النعم، ينسى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فربما ابتلاه الله سبحانه وتعالى ليصلح حاله. قال عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وفي آية أخرى: وإذا مسه الشر كان يئوسا. فبعض الناس لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالابتلاء، والبعض يرد إلى الله سبحانه وتعالى ردا جميلا، وهذا هو معنى أن ندعو الله سبحانه وتعالى بقولنا: اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وأيضا من فوائد هذا النوع من الابتلاء اللي هو ابتلاء العقوبة أن تعلم أن هذا الابتلاء قد يكون خير لك، وبالتالي تتنزل عليك السكينة والطمئنينة، لأنك تتيقن في قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي قول الله سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكلنا يتذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف التي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في كل جمعة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر. يعني حينما لا تعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلائك فتذكر هذه المواقف، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك التي ولدت.